نرجع تاني للمؤتمر، شفنا الرقي في التعامل، شفنا كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، شفنا بداية الكلام في المؤتمر. بداية الكلام في المؤتمر يا كابتن محمود كانت قاسية شوية، بس هو قال الحقيقة في البداية. قدم التهنئة لشعب المغرب الشقيق ومنتخب المغرب على الصعود لنصف نهائي المونديال، وكمان قدم التهنئة لقطر على التنظيم الرائع وانهم عاملين حسابهم لأي شيء ممكن يحصل. كابتن عشان حريص على وطنه ومصلحة الرياضة المصرية قال جملة احنا بنقولها بس الناس ما بتاخدش بالها منها، لازم نستفيد من اللي احنا شايفينه قدامنا ده، في دروس كتير مستفادة من اللي بيعمله المغرب، لازم احنا نستفيد منه. المغرب فرحتنا، المغرب فرحتنا كعرب وزعلتنا على حالنا. الدرس لازم نتعلمه، لازم يكون عندنا إعادة هيكلة من أجل مصلحة الرياضة المصرية والكرة المصرية بصفة خاصة. لازم نعيد حساباتنا في أمور عديدة بالمنظومة الرياضية، لازم يكون كل ده دافع لينا لأن مصر كبيرة جدا. ده كلام الكابتن محمود الخطيب، وقال كمان تستحق مكانة رياضية أفضل من اللي هي فيه دلوقتي، خاصة إن الدولة ومؤسساتها الوطنية بتعمل وتساند وتدعم بقوة ولا تتأخر أبدا عن أي شيء للرياضة والرياضيين. كل ده عشان خاطر إيه؟ رفعة وطننا الغالي مصر. أنا عايز أقف بس هنا لحظات، هتكلم على منتخب المغرب وهتكلم على التاريخ المشرف اللي هم بيصنعوه وهتكلم على حاجات كتير، بس احنا فين؟ احنا تاريخنا مشرف جدا، احنا اول من صعد لكاس العالم من افريقيا، لكن احنا عايزين ايه؟ احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين حد مش مجهود بس، مش محتاجين بذل مجهود او بذل مزيد من الجهد من اجل لا 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 لا، احنا محتاجين حد يحب بلده، يشتغل عشان يحب بلده، يشتغل عشان ما بيحبش كرسيه بس، مش عشان يحافظ على كرسيه بس، مش عشان يجامل، مش عشان هي المصالح بس هي اللي بتحكم. احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين مسؤولين تحب بلدها. وبمناسبة المسؤولين اللي بيحبوا بلدهم، وجهة نظر يعني وجهة نظر مواطن عادي، المسؤول لما يبقى قاعد في منصب في مسؤولية كبيرة يتحاسب عليها بعد كده لو قصر في حق بلده، لو اتحاسب هنبقى في حتة تانية. المسؤول ده لو قصر، لو متعمد التقصير ما يتحاسبش بس، احنا عندنا المسؤول يتحاسب ازاي؟ لما بيقصر ويبقى الضغط عليه شديد ولا حاجة يقول طب خلاص إقالة كذا، لا المفروض ما تبقاش إقالة. عارفين يعني إيه مسؤول قصر في حق وطنه؟ يعني جريمة، مش يتحاسب وبس، مش يقال وبس، لا ده يتحاكم. لو بدأنا كده هنبقى في حتة تانية خالص، هنقرب من اللي عمله المغرب. علشان كده يا من تتولون مسؤولية الرياضة وخصوصا الكرة المصرية، قوموا بدوركم بس، بلاش مجاملات، بلاش مجاملات على حساب مصلحة الوطن. المصلحة العامة مصلحة الوطن نمرة واحد. اه يا سيدي حافظ على كرسيك، بس اشتغل، اشتغل في الأول عشان مصلحة البلد. أي مسؤول في أي مكان لازم يعمل كده. ما تجاملش نادي على حساب ولا شخص على حساب أي حد تاني على حساب بلدك. حتى لو أنا بنتمي للنادي الأهلي، ما تجاملش النادي الأهلي على حساب بلدك. ما تجاملش أي نادي على حساب بلدك، ما تجاملش أي شخص على حساب بلدك. إحنا إيه اللي بيحكمنا في الاختيارات؟ لو أنتوا بصوا كده حضراتكم، إيه اللي بيحكمنا في الاختيارات؟ المصلحة والمجاملات. عشان كده لو فضلنا بالشكل ده مش هنتقدم، لأن كل مسؤول هيراعي حتة المصلحة والمجاملات هو كده غير أمين على مصلحة الوطن. لما تجامل شخص على حساب مصلحة الوطن لا تبقى مقصر، تبقى مش الواجب إنك تتحاسب، لا الواجب إنك تتحاكم. لازم كده، لازم الحساب يكون كده. اللي بيعمله منتخب المغرب زي ما بقول لحضراتكم فخر، فخر للعرب، مفيش بعد كده. يعني احنا كنا بنقول ايه والطموح عندنا غريب جدا، يعني احنا الطموح بنقول ايه مثلا قبل البطوله؟ لو الفرق العربيه
اتأهلت للدور الثاني، يا تبقى حاجة جميلة جدا. وليه ما تاخدش كأس العالم؟ وليه ما يبقاش الطموح كده زي ما عامل منتخب المغرب؟ المنتخب المغرب عامل حالة في افريقيا وفي الوطن العربي وفي العالم كله. وليه ما بصش على كأس العالم؟ اللي يمكن الاستوديو اللي فات انا قلت كان عندهم ماتش ضد البرتغال، بس عندي امل وكبير جدا جدا وتفاؤل ان المغرب هيكسب، وقد كان. عندهم ماتش صعب جدا مع منتخب فرنسا بطل العالم، وليه ما يكسبش؟ ليه؟ عنده الادوات، عنده الطموح، عنده الروح العاليه، عنده حب الوطن، عنده حب الوطن. عجبني قوي 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 لعيبه المغرب ومدربهم الرجراجي لما بعد الماتش بيروحوا لامهاتهم في الملعب. حاجه يعني مش هتكلم كتير عن بر الوالدين لان احنا كلنا عارفينها، انما عجبني قوي 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 المنظر ده قوي. في دروس مستفاده كتير من اللي حصل لفرقه المغرب. فرقه المغرب بتدينا دروس كتير قوي 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 قوي. ولكن فرقه المغرب زي ما عملت حاجات كتير في كاس العالم فرحتنا، انما للاسف عرت ناس كتير قدامنا.